من قبل ما احط عليه كل المكونات وهو اصلا كريمي. بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا شايفين، من قبل ما احط عليه باقي المكونات كلها وهو كريمي. طيب انا حاسه ان الحليب ده تقيل شويه، فانا محتاجه ان انا احط شويه ميه، يعني انا اصلا سلقه الرز في حليب بالشكل ده كده، ميه مغليه طبعا ما تبقاش من الحنفيه. طيب مقادير الرز بلبن الكريمي النهارده اللي احنا عاملينه عباره عن ايه؟ يلا بينا ننزل المقادير بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. رز بلبن كريمي، كوبايتين من الرز المصري طبعا مغسول، وبدانا ان احنا نحطه ونحط عليه 2 لتر حليب، وبدات ان انا اسلقه مع بعض. عايزه تسلقي الرز بره في لتر ميه لحد ما يستوي خالص ويعجن. انا بص بقول ايه، ويعجن، اللي هو يبقى دايب خالص اكنه عامل زي العجين. انا ما عنديش اي مشكله، عايز تعمليه في الحليب على طول ما عنديش اي مشكله. سكر حسب الرغبه بالشكل ده كده، وخلوا دايما السكر يبقى اعلى من المعقول، يعني اعلى من المظبوط بتاعكم علشان يطلع معاكم فعليا مظبوط. عندي ايه؟ عندي كريم شانتيه، وعندي نشا، وعندي قشطه بلدي وعندي للتزيين بقى النهارده انا مدلعه الرز بلبن. يعني ايه مدلعه الرز بلبن؟ يلا يا رغده نزلي لنا كده ونشوف احنا مدلعين الرز بلبن النهارده ازاي. فعلا. طب انا جايبه بقى النهارده ايس كريم، جايبه منجايه لقيتها في الثلاجه رحت مقطعاها مكعبات. انت عايز بوله قد كده، انا عارفه انت عايز الحله. عيني. حاطين مانجا، حاطين جوز هند، حاطين سوداني، حاطين صوص كراميل وصوص شوكولاته، ده ايه الدلع ده؟ وحاطين ايس كريم، ده احنا مدلعين الرز بلبن النهارده دلع مفيش دلع زيه ولا حد دلعه زينا قبل كده. طيب الرز بلبن عندنا على النار، حطينا السكر، وبعد ما الرز بقى كريمي بالشكل ده كده انا محتاجه ايه؟ حبه من الميه، الكريم شانتيه احطه في الاخر خالص. حبه من الميه هدوب فيهم، بس تكون من الحنفيه ما تكونش سخنه علشان ما تكتلش معايا النشا. بالشكل ده كده. واروح جايبه النشا وجايبه معلقه وادوبها بره. النشا اهو، لان ده الكريم شانتيه، ادي النشا اهي. لو النشا بتاعتك حاميه وبتشتغل على طول، مجرد ما تحطي معلقتين هتلاقيهم اشتغلوا معاكي على طول وادوك القوام اللي انت عايزاه. لكن لو هي مش حاميه هتفضلي تحطي فيها لحد ما ايه، ما تبدا تنشي. بالشكل ده كده. ندوب كويس عشان لو اتحطت وهي مش دايبه هتلاقيها كتلت معاكي على النار. هبصوا تبقى دايبه خالص كده بالشكل ده. رز بلبن هنا عندي تمام وزي الفل. نعمل كده وننزل بالنشا ودي تقليبتين مع السخنيه اللي هي بتاعت الحليب، هتبدا ان هي تتقل معايا بالشكل ده كده. بصوا بالراحة، أنا مش عايزة محدش بيجري ورايا، قول بالراحة بتاعتنا. قفلت البوتاجاز. بصوا أنا عملت إيه، أنا هاخد كده. شايفين الرز بلبن بتاعنا ولا إيه الدنيا؟ يعني كريمة 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 كريمة. أنا شلته بعد ما عملت له النشا، شلته من على النار، حطيت عليه الكريم شانتيه، بدأت إن أنا أقلب بالشكل ده كده علشان يبقى التطعيمة بتاعته أحلى. بدأت إن أنا أحط له حتة القشطة، عندك قشطة وحوشاها من على وش اللبن مش هتقول لك لأ. بالشكل ده كده. بصوا القوام ما ينفعش يبقى أتقل من كده. ليه؟ علشان يا نونة هو لما يقعد أصلا ويبرد هيتقل، فلو تقل عن كده قبل ما أحطه في الأطباق هينشي، هيكتل، هيشقق، وأنا مش عايزة حاجة زي كده. نعمل كده. والله هو اكبر علينا. بص الرز بلبن كريمه بالشكل ده كده. عين الرز بلبن النهارده عاملين عليه مانجا، وحاطين عليه قشطه، وحاطين جوز هند وسوداني وكراميل وصوص شوكولاته وايس كريم. بس طبعا كل ده انا مش هحطه دلوقتي. اوعي تحطي الحاجات دي، لو عايزه تزيني تحطي دلوقتي، لا تسيبيه يهدى خالص كده يبدا يتشمع يعمل الطبقه اللي على الوش. عايزه تسيبيه يبرد بره خالص وبعد كده تحطي الحاجات دي عليه وتحطيه في الثلاجه، هتعمليه ساده يبقى برده لازم يتساب يبرد بره. سر من اسرار ان الرز بلبن يكون الوش بتاعه مكرمش، ان حضرتك تسيبيه يهدى بره خالص ويبرد خالص وبعد كده تحطيه في الثلاجه، هتلاقيه مكرمش كده وفي منتهى الجمال.